يوم واحد بس. موضوع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ضمن إطار معاهدة التنسيق والأخوة بين سوريا ولبنان، تحقيقا لمقولة أننا شعب واحد في بلدين. نؤكد على أهمية هذه الزيارة والنتائج التي وصلنا إليها من خلال المباحثات التي تمت مع أخي دولة الرئيس، ونأمل أن تتطور هذه العلاقات وتأخذ دفعات قوية إلى الأمام بما في مصلحة وخير شعبينا الشقيقين في سوريا ولبنان. خلال لقائنا مع دولة الرئيس تحدثنا عن السبل للارتقاء بهذه العلاقة إلى علاقة تكون دائماً مميزة لما فيه مصلحة شعبينا. وكان الحديث بمعظمه عن عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية. وخلال لقائنا أيضا مع سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، وضع سيادة الرئيس بالنقاط الأساسية التي تحدثنا عنها، وكانت كلها نالت ثقة ومباركة سيادة الرئيس بأن نتابعها سويا. وهي أولا موضوع الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بين سوريا ولبنان، تأليف لجنة مشتركة فورية للنظر بكل هذه البروتوكولات والاتفاقيات على أن تكون كل ما ورد بها من بنود هي لمصلحة البلدين بصورة متوازية مع احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وأن تكون لما فيه مصلحة البلدين.